انا اخر اخت سلام ربي يسمع بقلوبكم. اليوم انا عم صلي للكل من اسيزي، تحديدا من كنيسه سيده الملائكه لامنا مريم العذراء للكل، كل اللي بيعرفوني وكل اللي طلبوا مني الصلاه صليت لهم اليوم عند امنا مريم العذراء هون جوا وراي بالكنيسه اسمها سيده الملائكه. هون مطرح ما مر فرانسيس مات، هاي الكنيسه في كثير منكم بيعرفوها، شهيره جدا، اللي عاقبتها في امنا مريم العذراء من ذهب. هيدي الكنيسة اخوتي قصتها رائعة جدا جدا. القديس فرانسيس كان كتير تعبان، بده كنيسة حتى يبلش ينطلق فيها بحياته الإيمانية، وما كانوا عم يعطوه، عم بيقول للمسؤولين وراح عند البلدية، راح عند الدولة، راح عند الكنيسة، ما بيعرفوه انه اعطوني حتى بلش اعمل ابتداء لاخوتي اللي بدهم يجوا يلتحقوا فيي، حتى انا يكون عندي مركز على القليلة كنيسة بلش فيها. ما قبلوا ابدا، بعد كتير من الحاح منه بعد كثير وصايه بيشفق عليه احد الاساقفه وبيقول لهم حتى نعطيه الكنيسه اللي بالسهل. اذا كنتوا انتوا اليوم بدار مار فرانسيس فوق باسيزي بالضيعه بتطلعوا على السهل بتلاقوا في كنيسه قبتها كثير حلوه. هيدي كانت كنيسه كثير كثير صغيره مثل كابيلا او اصغر حتى، وهيدي اعطوه هن هالكنيسه الصغيره اللي كانوا الفلاحين هن ونازلين وطالعين على السهل بيمرقوا بيصلبوا ايدهم على وجههم او بيصلوا شوي، ما كان يصير فيها قداديس لانه كانت مهمله هيدي الكنيسه، وكان حيطها مهبط ومش مرممه، فبيقول له المطران خدها. بيحزن شوي مار فرانسيس انه ولو انا بدي بلش حياتي الروحيه من هون، انما بيجي بيصلي لامنا مريم العذراء وبيبكي هون، ساعديني يا امنا مريم العذراء. امنا مريم العذراء بتظهر له بالحلم وبتقول له يا فرانسيس هيدي الكنيسه انت رح تظبطها، بس رح اقول لك شغله، هيدي الكنيسة رح تكون الأحب على قلبي بالعالم، من الكنائس الأحب على قلبي بالعالم. شوفوا يا أخوتي هون كانت بستين، كان شبه صحراء، كان بس الناس تنزل تزرع، كان محل ما يجي عليه حدا. شوفوا قديش صار في عمار من ورا الكنيسة. جوا في كنيسة سيدة الملائكة الصغيرة اللي هي مثل كابيلا قالنا، اللي بيجي لهون بشوفها زبطها ورممها مار فرانسيس سنة 1208، بيقولوا بين الستة والثمانية، ومن بعد ما زبطها صار يجي يصلي على طول هون، صارت الأحب على قلبه، وتقابل مع أول أخوته هون اللي بده يساعدوه بعمار الكنيسة، بهي الكنيسة جوا هون بالكنيسة الصغيرة. من بعدها شوفوا الكنيسة كيف صارت هون كاتدرائية، بس بعدها بقلبها محفوظة الكنيسة الصغيرة اللي هي سيدة الملائكة. وحتى جوا في كمان محل صغير كان أوضة مطرح ما مات مار فرانسيس وانتقل، كمان هيدي الكبيرة بسموها الانتقال. يعني صار عندنا هون ثلاث كنيسة، كنيسة وحدة امنا مريم العذراء، هيدي الكنيسة اللي بيزور اسيزي ما ينسى ينزل لهون على السهل تبع اسيزي بيشوفها. سيدة الملائكة تكون وترعاكم معكم جميعا، امين. سلام للجميع وصلاتي مع الجميع بشفاعة امنا مريم العذراء سيدة الملائكة، امين.